إذن بدورنا نتابع هذا الموضوع. معي هنا في الاستوديو السيد نور الدين مفيد الحموري، كبير استراتيجي الأسواق في أمانة كابيتال. دعنا نرحب بك معنا في جلسة الأعمال. وينضم إلى قائمة البنوك التي شابتها الشوائب هذا العام ستاندرد شارتر، إذن اليوم بعد HSBC وغولدمان ساكس وكثير من البنوك وباركليز بنك بطبيعة الحال في فضيحة الليبر. هل ما حدث من مخالفات وتجاوزات، دعنا لا نطلق كلمة فضيحة بهذا الشكل، يعني ترقى إلى هذا المستوى، هل هي كبيرة في وجهة نظرك لهذه الدرجة؟ هلا هي فعليا هلا بالرقم المذكور بالتاكيد 250 مليار دولار ليس بالمبلغ القليل، لكن هو السؤال الآن يكمن ما هي فعلية هذا أو فعلية هذه الاتهامات، هل هي صحيحة أم لا؟ لكن من التقرير فهمت أنه ستاندرد شارتر نوعا ما أقر بالتعامل مع إيران بشكل أو بآخر. ولا ننسى هنا بالنهاية أنه يعني السياسة بالذات في الولايات المتحدة الأمريكية عندما نصل إلى مرحلة إيران هنا يعني هذا ما يقلق الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام، فأي تعاملات فعليا سواء تجارية أو يعني بقرب من العقوبات التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية أو المجتمع الدولي باتجاه إيران هي التي ستكون يعني محمل الجد أو مربط الفرس في الوقت الحالي. الآن هي يعني فضيحة كباقي الفضائح، ليست هي أول فضيحة ولا آخر فضيحة من الممكن، يعني باركليز شهدنا آخر فضيحة له كانت بشكل كبير جدا ويعني امتدت إلى 5 سنوات، لكن يعني بالنهاية سنصل إلى تسوية، سنصل إلى نوع من الحل في هذه الأمور، لكنها يعني فكرة too big to fail أو هو شيء كبير لأن يعني تخسر أو ينهار البنك نوعا ما شيء بعيد في الوقت الحالي على الأقل، لكن التسويات ممكن أن تحصل. إذن التأثيرات الآنية واللحظية جاءت سريعة، استجاب السوق بسرعة وهبط أسهم البنك إلى أدنى مستوياتها خلال 24 سنة. يعني ما هي تأثيرات مثل هذه الفضيحة على البنك؟ بالتأكيد هلا مبدئيا هناك في سؤالين يجب أول شيء طرحهم. السؤال الأول لماذا تم فعليا أول شيء فعل هذه المعاملات إن فعليا كان ستاندرد شارتر يعني يعرف أنها غير 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 يعني غير قانونية؟ هذا أول سؤال. السؤال الآخر اللي هو ماذا سيكون رد فعل الناس سواء في الدول العربية أو الدول الخارجية، لكن احنا نعلم أن الناس تقصد المتعاملين عفوا، اللي هو لا ننسى أنه ستاندرد شارتر هو كان أقل البنوك حول العالم تأثرا بالأزمة المالية العالمية لأنه كان متحفظ جدا وإلى الآن هو متحفظ، لكن ماذا سيكون فعليا رد فعل المتعاملين؟ هل سيقومون بسحب السيولة أو سحب ودائعهم في هذا البنك؟ هذا رقم واحد. الرقم الثاني يعني إن كان فعليا ستاندرد شارتر يقوم بهذه المعاملات وهو يعرف أنه هذا شيء غير قانوني، فمن الممكن أن يكون هناك أزمة داخلية في البنك المالية يحاول من خلال البنك يعني سد هذه الأزمة من خلال تعاملات غير قانونية. هذه الأسئلة التي يجب الإجابة عنها من خلال التحقيق، لكن بشكل أو بآخر التحقيق يعني سيستمر لفترة طويلة كما حصل في باقي البنوك. يعني أذكر جولدمان ساكس كان التحقيق أخذ أكثر من 40,000 صفحة، ف يعني كتبها CEO أو المدير التنفيذي، ف يعني ستاندرد شارتر لن يكون بأقل من ذلك على الأقل. لكن يعني أعتقد أن هي ليست أول فضيحة وليس آخرها، يعني لكن التأثير على أسواق الأسهم كان فعليا محدود جدا، ستعود الأسواق لطبيعتها خلال الأيام المقبلة وارد جدا. إذن هيئة الرقابة المصرفية في ولاية نيويورك هددت بإلغاء رخصة هذا البنك في حال ثبوت ربما مثل هذا التجاوز. سؤالي يعني بعد أن وصل هذا المبلغ إلى 280 مليار دولار تعامل مع إيران، أين كانت هذه الرقابة؟ هل هناك قصور ربما في الرقابة المصرفية؟ هو فعليا ممكن أن يكون هناك قصور، لكن بذات الوقت نحن نتكلم عن بنك ستاندرد شارتر، هو بنك عالمي، وكلما زادت الفروع في سواء في الدول أو ولايات أو يعني بكل شتى أنحاء العالم بالذات بنك ستاندرد شارتر، الرقابة في هذه الحالة دائما تقل، يعني تصبح الأمور لأنه يعني شركة كبيرة لن يكون هناك يعني سيكون يعني محضر ثقة بالنسبة للرقابة سواء في الولايات المتحدة الأمريكية أو في غيرها. لكن هي فعليا الرقابة يعني يجب أن تكون سواء البنك انترناشنال أو عالمي أو بنك محلي، يجب يعني أعتقد أن هناك يعني أصبح الوقت في الوقت الحالي يعني أو وصلنا إلى مرحلة يجب إعادة النظر في الرقابة على البنوك، لأنه ليست أول فضيحة فعليا خلال على الأقل العام الحالي شهدنا أكثر من فضيحة. يجب أعتقد أنه إعادة مراجعة الرقابة على البنوك، خصوصا أنه حتى يعني هناك في التعليم في مرحلة شهادة FSA بعد الأزمة المالية العالمية قامت بإضافة 35% مادة إثكس أو اللي هي يعني إثكس بالعربي يعني أدبيات العمل أو الأخلاقيات في هذه الشهادة لكي يحصل، فهذا على مستوى التعليم، فماذا على مستوى البنوك؟ نترك هذه الأمور. نعم.
أظن أنه في إحدى الأعوام في 2006 أثيرت هذه المسألة تحديدا، مسألة التعامل مع إيران، حتى أن أحد النافذين في هذا البنك ستاندرد تشارتر ذكر بأن من هي الولايات المتحدة الأمريكية حتى تعطينا الأوامر يعني في هذا الخصوص؟ هل هذه التعليمات واضحة جلية بالنسبة للبنوك ويجب أن يتعاملوا بها في خاصة في هذا الاتهام الأخير؟ بالتأكيد هو فعلا أذكر ذلك كان في عام 2006 أحد التنفيذيين قام بالتحذير من أنه البنك نفسه يقوم بتعامل مع إيران، لكن الرئيس التنفيذي قال من هم الأمريكيون ليقولوا لنا أن نتعامل مع من ومن وأن لا نتعامل مع من. لكن السؤال فعليا هو الآن حتى بتعامل معهم العقوبات كما قال البنك على الأقل العقوبات غير واضحة ولا توضح فعليا التعامل بشكل مباشر أو غير مباشر مع إيران. حتى إيران في الوقت الحالي تحاول أيضا بيع منتجاتها من النفط بشكل أو بشكل غير مباشر، لكنه هو في النهاية من إيران سواء عن طريق الهند أو عن طريق يعني ناقلات هندية، هذا ما حصل خلال الفترة الماضية. فهي فعليا يجب أولا يعني إن كانت العقوبات غير واضحة للبنوك يجب توضيحها لكل البنوك وليس فقط في ستاندرد تشارترد، وبما أنه ستاندرد تشارترد بدأت المشكلة به أو الفضيحة لنقول به يجب أولا يعني العمل على معرفة ما إذا سيكون هناك بنوك أخرى كما حصل في بريطانيا على إثر باركليز، أم سيكون هناك البنك الوحيد هو في ذلك. هنا تكون المشكلة أكبر إذا كان هناك بنك واحد، لأنه يعني تشير في هذا الوقت أنه سيكون أنه المعلومات أو العقوبات واضحة وأن البنوك الأخرى التزمت به مع هذا البنك. سؤال أخير سيد نور الدين، تعلم أن هذا العام شهد ميلاد كثير من الفضائح والتجاوزات خاصة في البنوك البريطانية على وجه التحديد، يعني إلى أي مدى هذه المسائل تلقي بظلالها على الثقة ربما في هذه البنوك والتأثير على الأوضاع الاقتصادية بشكل مجمل؟ وفعليا يعني تأثيرك بشكل كامل طول هذه السنة، شهدنا من فضيحة إلى فضيحة من تدهور إلى تدهور. طبعا لا ننسى أن التدهور الاقتصادي له أحد أهم الأسباب لهذه الفضائح، يعني بأذكر بباركليز بالذات أنه معظم الأرباح التي وصل إليها البنك منذ عام 2005 إلى الآن كانت قريبة جدا من المبلغ الذي تم تزويره أو بمشكلة الليبور. ففي الوقت الحالي مدى تأثيرها على الاقتصاد العالمي هذا بشكل يعني يؤثر بشكل كبير، لأن السيولة، لأنه الآن الاقتصاد العالمي بحاجة إلى كل سيولة موفرة في البنوك أو حتى في الفاينانس انستتيوشن أو اللي هو يعني المؤسسات المالية. يجب على الأقل تحجيم كل هذه الأمور عن طريق الرقابة، هي الرقابة هي المفتاح الآن في الفترة المقبلة. تأثيرها فعليا سلبي جدا لأنه استمرار شح السيولة، لأنه النمو في الاقتصاد على الأقل الآن في بريطانيا، الآن بريطانيا في دبل ديبريسيشن، ننتظر أول شيء نتائج الأولمبياد على الاقتصاد البريطاني، لكن استمرار الفضائح وشح السيولة وعودة أو كل هذا التزوير الذي يحصل على الأقل في ما حصل في باركليز تأثيره سيكون سلبي جدا إن لم يتم تحجيمه وفي حال استمر على بنوك أكثر من هذا. أنا أشكرك سيد نور الدين مفيد الحموري كبير استراتيجية الأسواق في أمانة كابيتال على هذه التوضيحات، كنت مفيدا الليلة وكل مرة بطبيعة الحال. أشكرك جدا معنا في هذا البرنامج.